أخبار اليوم. 100 عام هي عمر منطقة المدادغ بمصر القديمة، وأغلب العاملين وأصحاب المراشدة ورثوا هذه المهنة من آبائهم ونقلوها لأبنائهم. فهناك ورش ترجع في إنشائها إلى الثلاثينيات، وتولت إدارتها أجيال كثيرة. فدباغة الجلود إحدى المهن القائمة على ذبح الماشية والخراف، وهي صناعة تنتعش في عيد الأضحى المبارك. ماما تيجي تنقل لي أنقل الحاجات دي، فأنا خد قد إيه؟ تيجي المشكلة دلوقتي لو اتنقلتوا، أنتوا عندكم هنا براميل. براميل أهي. براميل. براميل دي عبارة عن إيه؟ بتعمل إزاي أول؟ هي اللي بيطبع، هي اللي بندخل جواها الجلد الدمي. بتطبع مراحل كيماوية ابتداء من الوية بتيجي من عند الجلاد أو من عند الجزار، لغاية ما بتطلع كراسة خامة. وبعد كده بتبتدي مثلا نبيعها، بتطلع مثلا بتاع تشطيب بياخدها بيحط عليها الفينش اللي هي البويات وكده. هناك العديد من المشاكل التي تعاني هذه الصناعة الحيوية التي تقدم الخامات اللازمة للمنتجات الجلدية التي اشتهرت بها مصر. في مقدمة هذه المشكلات انتشار الذبح في الشوارع ومحال الجزارة دون رقابة أو التزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية. إنما كان المدابغ في سور مجرى العيون مصر القديمة يرجع لعصر محمد علي، ولم تكن هناك مشكلة حتى بدأ التفكير في نقل مصانع الدباغة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. الناس اللي متجوزة، طب الناس اللي مثلا قاعدة في آخر بلاد المسلمين، يعني قبل ما يعيدوا النشاط ده هي أصلا حاجة، يعني حاجة جاية في مصلحة الناس المصدرين اللي عندهم الإمكانية إن هم واقفين أصلا على رجليهم. تمام. يعني دلوقتي بيصدروا يعني امكانياتهم عاليه. احنا مثلا شغالين في السوق المستفيدين. مصدرين. مصدرين. لكن مساحاتنا، انا راجل اصلا مثلا تاجر برمي في السوق مالي. ايوه. ما اصلا الحكومه حتى ما بتحميش اللي ليه مال بيرميه في السوق، ان هي مثلا باي طريقه قانونيه انك انت مثلا ليك سند مالي او كده. لا، فلوس ما تمام. فلوس رايحه الورش بغير سند قانوني. طب حضرتك مش المفروض انتوا يعني يبقى ليكم رابطه او نقابه او حاجه زي كده؟ ما عندنا استاذ، ما فيش والله. الفلوس اللي بتيجي دعم من بره اصلا بتروح الغرفه بتتوزع على المصدرين في صوره مكن وفي صوره كيماويات، وهم بياخدوا الحاجه باسعار مخفضه جدا وبيستفيدوا منها. يعني دي معونه بتيجي من بره؟ ايه؟ في معونه بتيجي من بره لل من الاتحاد الاوروبي طبعا. الناس كلها عارفه. مهنه الدباغه لا تقتصر على فئه عمريه او جنس، مهنة يعمل بها مئات الآلاف من المواطنين، وهو ما حكاه لنا الحاج رمضان محمد صاحب 53 عاما الذي أفنى كل عمره في هذه المهنة ونقلها لابنه الأكبر. الصورة قاتمة حين تتجول في أزقة المدابغ المتسمة بشوارع ضيقة تملأها مياه الصرف الصحي حتى تحولت. أم واحد مثلا قالت له لا أنت مش هتنقل، عنده مدباغة برضه، إحنا عايزين فلوس ولا أنت مش معايا؟ هتبص كده الشارع ده كله هيصفصف على 3-4 مدابغ اللي هينقلوا، اللي هو محمود سرب مصطفى حسين اللي هم العتاولة اللي هينقلوا. كده كلهم 25 نفر هينقلوا، الناس اللي هي كده عن 3 تانيين. كده هتزود عدد البطالة 100%. ما فيهاش إمكانيات. بقية العمال دي كده إيه الإمكانيات؟ هي فيها تطورات كتير قوي. أنت بتجيب السياحة حاجات دي؟ السياحة برضه من ساعة 25 يناير احنا السياحه وقفت. يعني انتوا مشكله حصل عندكم مشكله بعد 25 يناير؟ طبيعي. يعني الله يسامح اللي كانوا السبب. ايوه واخد بال حضرتك. تمام. انما الاول كانت السياحه جميله وكانت شغاله وكان شغلنا، واخد بالك؟ ابني هيوريك اقول حاجه، شغلنا كنا مبسوطين منه. واربعه زي ما حضرتك بتقول بتنكرز. انما ربنا مش هيوقفها ان شاء الله، لان الشغله دي شغله جامده قوي. بقول لحضرتك اقتصاد البلد. تمام. الصين حبت تقلدنا، تعمل اللي هي ابو شعر ده، ما عرفتش. واخد بالك؟ جم هم هنا بقوا يشتغلوا يعني عندنا، يعني الصين حاولت انها تقلد، حبوا يعملوا اللي هي البضاعه مشعرها دي. ايوه. ما عرفوش. تحتوي منطقة المدابغ بمصر القديمة على ورش ومصانع لدباغة الجلود ومخازن لتمليح الجلود وورش صناعة البراويز الخشبية، بالإضافة إلى مصانع الغراء والجلاتين. يعمل في هذه المنطقة أكثر من عشرات الآلاف من العمال، ورغم من ذلك تفتقد أبسط أنواع الخدمات، فشبكات الصرف الصحي متهالكة والكهرباء والمياه تنقطع بين الحين والآخر.